هلا والله. مقطع جديد. في ذا المقطع راح نتكلم عن اخر اخبار ديد باي ديلايت. اشياء كثيره صارت في الاونه الاخيره، منها تحديثات لكلاون، منها اضافات في اللعبه بشكل مخفي، ولكن الى الان ما في اي تفسير لها. ممكن تنزل الحين، ممكن بالميد شابتر، ممكن بالشابتر الجاي، ممكن حتى بعد سنه، بس ولكن مضافه حاليا وما ندري متى تنزل صراحه. لكن صراحه اضافات جدا حلوه بتكلم عنها حاليا. لكن قبل أبدأ المقطع أتمنى تدعمون المقطع في اللايك. أتمنى يا جماعة الخير نوصل المقطع ذا 2000 لايك. في الآونة الأخيرة الدعم جدا قليل عندي في القناة، سواء على Dead by Daylight ولا على المقاطع الثانية. أنا ما أدري هل هو السبب مني أنا مقصر في شيء، ولا هل هو أنتوا اللايك تنسون تضغطونه، فما أدري صراحة. أتمنى تحطون اللايك، خلونا نوصل المقطع 2000 لايك. الله يسعدكم جميعا دنيا وآخرة. وبرضو ما شفت مقاطع القديمة شيك عليها، حط لها لايك، ما تخسران شيء، ما راح تأخذ منك 10 ثواني بالكثير. الخبر الاول راح ابدا فيه اللي هو فريدي توفر على البلايستيشن 5 واخيرا، ما ادري ايش سحبوا عليه ولكن توفر حاليا على البلايستيشن 5، واعتقد خبري بايت الاغلب داري في ذا الشيء. الخبر الاول اللي هو عندنا عن الكلاون، يورينا كيف تغير الكلاون من الشيء اللي نعرفه الى شيء ثاني صراحه، وهذا الشيء صراحه بالنسبه للكلاون بالذات يفتح ابواب كثيره له. خلينا نشوف المقطع حاليا معاكم. جايب المقطع من حساب مودي، اتمنى تدعمونه ما تقصون معاه، ترى ينزل كل شيء عند البدايه بشكل عام. اي شيء تبغاه خبر الرجال يسحب النوم ينزل الخبر ويرجع ينام. الله يسعده. خلينا نشوف المقطع معاكم. طبعا هذا الكلاون طبيعي، ما في شيء تغير لو تلاحظون، قطع البتقاع فقط لا غير. هنا لو نرجع هنا ثانيه بسيطه، اسمعوا الصوت، اسمعوا برفع لكم الصوت، اسمعوا ايش يصير. تغير شيء، اللون صار اصفر، قط اغراض بيضة، بعدين صارت صفرة، بقاع ابيض، بعدين صار اصفر. هذا طبعا التعديل اللي قاعدين يسوونه حاليا على كلاون. طبعا الكلاون زي ما تلاحظين فوق ورك ان بروجرس، يعني جالسين يشتغلون عليه حاليا، فلا تتوقع انه بينزل في الميد شابتر اللي هو بعد فتره، او ممكن يطول اكثر، ممكن ياخذ شهرين الى ثلاث، او ممكن اقل على حسب يعني سرعتهم هم. بالنسبه للكلاون يا جماعه الخير صراحه هذا الشيء يفتح له ابواب كثيره. يعني انت متخيل كيلر كل القدرة حقته عبارة عن قنابل غاز يقطها عليك، فتخيل وش الأفكار يقدرون يصنعونها من قنابل غاز. يصنعون إنه يبطئونك، يصنعون إنه يعميك، يصنعون إنه كذا، يصنعون أشياء واجد، يصنعون يعني أكثر من كذا شيء. يمديهم يصنعون حتى غاز إذا تتكي فيه وقت طويل يدمجك، يمديهم يصنعون غاز إنك تضطر إنك تروح تنظف نفسك منه زي ما سووا مع ذا بليك. فيعني باختصار شديد في له أكثر من مليون فكرة يقدروا يصنعون فيها. صراحة هذا التغيير عجبني جدا، يعني الكلاون حاليا ما راح يفتخر فقط انه يقط قنابل ويبطئك، او قنبله يضربها عليك عشان يمدي يطيحك. اعتقد هذه القنبله حتى راح تختفي ممكن، والله اعلم، لانه حاليا ضافوا اضافات كثيره ففتحوا باب كذا كبير للافكار. صراحه منبع افكار الكلاون ترى بسبه القنابل ذي الاطقاع. ولكن في تسريب ثاني اخذته من موقع ديد باي ليك لايت، الصوره حاليا طالعه قدامكم. طبعا الصورة زي ما انتم شايفين تسربت ادونات الكلان، ولكن الاخ اللطيف مسربلنا بس ادون واحد وحاط الميزة حقت الادون. يقول لك هذا الادون يبدل لك العلب حقتك الى علب اسمها البارتي بوتل، علب الحفلات كذا اسمها بشكل عام. يقول لك علب الحفلات هذه يوم انها تنكسر تطلع صوت زي الورق، زي قص الورق. ماني فاهم صراحة وش المقصد من ذا الموضوع، ولكن يقول لك هذه العلبة اذا انت ضربتها بس سرفايفل راح تكون زي الوضع الطبيعي، راح تخلي السرفايفل انتربت يطيح يعني زي الدوخه وذي الامور، ولكن راح يعطيك 100 نقطه بلد بوينت. ايوه هنا السؤال ذي، هل هي راح تكون ادون قوي ولا لا؟ صراحه انا ما ادري، ولكن يا اخي من اسمها احسها انه تضرب ثلاث ضربات في ان واحد، يعني بدال انت ما تضرب علبه واحده تكون هذه العلبه عباره عن ثلاث علب في علبه، فهمتوا مقصدي؟ انه يعني تكون يعني قويه شوي. صراحه انا يوم قريت الادون ما فهمت صراحة وش مغزاهم انه مسمينها يعني البارتي بوتل، علب الحفلات. هل معناتها انه العلبة ذي يوم انك تحطها تكون عبارة عن ثلاث علب في علبة من العلبة الطبيعية؟ لانه يقول لك التأثير حقها زي التأثير العلبة الطبيعية، ما في اي تأثير جديد يعني الا انها تضيف لك 100 نقطة زيادة. فهل هذا يعني انه هذه راح تخليك تضرب بدال العلبة ثلاث علبات في ان واحد؟ بس هذا الشيء راح ياثر يعني على كلاون. انا من وجهه نظري اشوف اني اضرب ثلاثه واخلص على نفسي ما يبقى عندي الا وحده، فاشوفه هذا شيء سيء لي، لانه اصلا في النهايه انا ابغى اضرب وحده عشان احجر المنطقه بشكل صحيح. ولكن ممكن هذه يكون تاثيرها اقوى، ممكن انه مساحه الغاز حقها يكون اكبر لانك ضربت ثلاث علب.
ما ادري صراحه، ماني متاكد من ذا الموضوع، ولكن يا نزل راح نشوف وش تاثير علب الحفلات ذي على قولك. على العموم اعطوني رايكم وانطباعاتكم عن ذا الموضوع، علموني بعد يمكن انا فاهم الكلام غلط عن الادون ذا، اكتبوا تحت في التعليقات خلونا نتناقش، متحمس جدا صراحه اني اتناقش معكم في ذا الموضوع. اما بالنسبه للموضوع الثاني اللي هو انا شاكك انه هو حق الكوستوم جيم صراحه يا جماعه الخير، يعني احسه غير منطقي انه يضيفونه للعبه الطبيعيه، ولكن هذا الشيء راح يفتح لنا ابواب كثيره يعني بالكوستوم جيم يخلينا يعني نستمتع اكثر. اول شيء زي ما ذكرت في المقطع هذا الشيء مو شرط ينزل بعد اسبوع او اسبوعين او بعد شهر او بعد شهرين، ممكن بعد سنه ممكن بعد يوم، ما ادري صراحه ما في اي تحديد وقت لانه هذا شيء مسرب فاهمين، ما في شيء رسمي من الشركه نفسها. فيقول لك انه ضايفين الماكس بلاير الحد الاقصى للاعبين 16 لاعب، والحد الاقصى للسبكتيتر اللي هم يعني يتابعون الجيم لاعبين، ويقول لك الحد الاقصى للسبلت سكرين 4 لاعبين، وبنفس الوقت اخر خيار اللي هو البوش تو تولك شغال. صراحه من اول ما تقراها انت خلاص فهمت انه هي حقه كاستوم جيم، يعني راح يخلون في 16 لاعب في الكاستوم جيم. طبعا 16 دولي انا اعتقد من ضمنهم كيلر، يعني اعتقد انه يكون براحتكم انت الكاستوم جيم تبغى كيلر واحد ولا تبغى كيلرين ضد 14 لاعب، اعتقد هذا الشيء اللي يقصدون فيه. السبكتيتر امر معروف ناس تتابع. السبلت سكرين كونكشن صراحه هذا الشيء حيرني جدا، لانهم حاطين لك السبلت سكرين اللي هو انه 4 لاعبين، شايفين كيف؟ ولكن في بعضكم يفهم السبلت سكرين انه الشاشه العريضه او الشاشه اللي المنحنيه او اللي ممطوطه، يعني تصير تشوف مدى اكبر يعني مساحه افضل، فممكن هذا الشيء، ولكن انا صراحه ارجح انه السبلت سكرين يقصدون فيها التصوير السينمائي، يعني كاميرا متحركه في الماب، فهمتوا علي؟ شفتوا في اللي يلعب اوفر واتش ومنك تدخل سبكتيت يمديك توقف باي مكان تبغى وتصير يعني تاخذ لك لقطات من بعيد الناس هم قاعدين يلعبون ضد بعض، فهذه اعتقد راح يضيفونها في ديد باي ديلايت اللي هو السبلت سكرين. انا هذا اعتقد هذا المفهوم حقها الاصلي، مو مفهومها شاشه منحنيه او شاشه ممطوطه، مفهومها انه راح يكون في 4 اشخاص يمديهم يكونون نظام تصوير سينمائي. فانتم متخيلين ذا الشيء وش هذا يعني؟ يعني انك انت اذا تبغى تسوي بطولات يمديك تسوي بطولات وتناظر السرفايفل والكيلر وتاخذ اللوب على راحتك وتستمتع في الشكل والمنظر اللي تبغاه. ثانيا يمديك تسوي افلام ومسلسلات في اللعبه، انت يمديك يعني صاحب قناه او اي شيء، يعني حتى طقطقه بينك وبين اخوياك تبغى تنزلها في الواتساب يمديك انك تجيب اخوياك وتسجل فيلم او قصه رعب، يعني عندك اشياء بالسبريت سكرين ذي تفتح لك عالم كبير ترى، حرفيا الكاميرا ذي المتحركه تفتح لك عالم اسطوري، يمديك تاخذ صور الكيلرات وهو قاعد يضرب السرفايفل، كل شيء حرفيا. واخر شيء مكتوب اللي هو البوش تو تولك ذي يا جماعه الخير واضحه حقت صوت، وبالنسبه لي انا اشوفها حقت كاستوم جيم، لانه هذا الشيء اللي فوقها كلهن حقت كاستوم جيم واضحه، 16 لاعب واثنين سبكتيتر عاديين واربعه سبريت سكرين، فالاخيره واضحه انه حقه الكوستوم جيم، واعتقد هذه موجهه بشكل عام احس للناس ستريمرز، يعني اذا احد يعني ستريمر يبغى يدخل ناس ضده، الناس ذولي ما يعرفون بعض اكيد، فهذا الشيء راح يعطيهم افضليه عليه انهم يتفاهمون، يعرفون وين في بلد اجيت الفلاني وين، فهذا الشيء راح يخلي السرفايفل مره مره قويين الراندوم صراحه، واتمنى يضاف للعبه الاصليه. وفي برضه تسريب ثاني الحين بقول لكم اياه، هذه بالنسبة للتسريبات اللي تسربت من ناحية الكوستوم جيم، صراحة إضافة جدا حلوة، وأتمنى من كل قلبي أنهم مو بس يوقفون على ذي الإضافات، أتمنى يضيفون إضافات بعد أكبر، يعني يخليني أنا أعدل على الماب، يخليني أسوي أشياء واجد، أخلي الماب أي شيء أبغاه، بيكون صراحة شيء جدا رهيب، راح يخلي الناس تستمتع أكثر في الكوستوم جيم. تخيل لو يخلون يعني لو يخلونك أنت مطور في الكوستوم جيم، ترى الناس راح تبدع والله العظيم، أتمنى من كل قلبي يضيفون ذا الشيء. نجي حاليا للصورة الثانية المسربة اللي هي حقة الأصوات. يقول لك الفويس انيبل ترو، الفويس انيبل شغال اللي هو تتكلم ويا اخوياك، والفويس نوتيفيكيشن برضو حاطين عليه رقم اللي هو المدى الصوت حقه، حاطين تحت ستيم وحاطين فويس نوتيفيكيشن الماكس لوكال تالكر 1، الماكس ريموت تالكر 16، والبيلد اوفر رايد فيلز، والبيلد اوفر رايد 0. طبعا هذا التسريب يبين لك انه الشركه قاعده تضيف اصوات في اللعبه العاديه. قبل شوي تكلمنا عن الاصوات حقت كوستوم جيم، ولكن هذه يا جماعه الخير راح تكون اصوات في اللعبه، يعني انت الحين اللي كثير ناس يشوفهم في التعليقات انه ما عنده احد يلعب معاه ويتشكون من الراندوم، حاليا ذي راح تعطي فرصه انك تتفاهم ويا الراندوم،
حرفيا انت تخيل انه راندوم ما تعرف ولا يعرفك، اللعبه شغلوا لك الصوت يعلمك وتصير تعلمه انه كيلر جنبي، تعال ساعدني انا طيحت بلده فلانيه، انا معي بيرك ادرينالين روح صالح جيتر تعال ساعدني. يعني يصير فيه اشياء اسطوريه بالنسبه لكيلر. كيلر مسكين، بس يا رب ما يضيفون الصوت مع الكيلر. اللي ما فهم مقصدي انه يعني الكيلر ما يقدر يسمع السرفايفل، لانه اذا الكيلر سمع السرفايفل بتاخذ طقطقه وسب للصبح حرفيا. يعني تخيل السرفايفل قاعد يروب الكيلر والكيلر مضغوط ويقعد يطقطق عليه. صار الله لا اتمنى ما يضيفونها الاصوات، اتمنى ذي تكون بس خاصه بالسرفايفل، بيكون شيء يعني افضل، لانه لو بيضيفون الصوت للكيلر والسرفايفل بتشوف افلام هنديه زي فرايدي 13. بالنسبه هذه كل التسريبات التي تسربت الى حد هذه اللحظه، صراحه انا ودي اني اشارككم في ذي المواضيع، واتمنى رايكم في التعليقات من ناحيه كلاون ومن ناحيه التسريبات دي حقت الاصوات وحقت الكوستوم جيم. هل انتوا مع كلامي انه هذه سبليت سكرين معناتها السينما انك تحرك الكاميرا على راحتك، ولا هل تتوقعون انه شاشه عريضه راح يكون خيار مضاف في اللعبه ان الناس تختار بين شاشه عريضه ولا لا؟ مع انه انا ما راجع شاشه عريضه، الشركه ترى تتشكى واجد من شاشه عريضه ما تبغاها، عرفتوا كيف؟ ما اعتقد انهم يضيفونها الا في حال ما لقوا الاحل قالوا يلا خلاص نضيفها للناس اجمع، ما ادري. شاركوني رايكم تحت في التعليقات. صار الحين في سؤالين عن اضافات كلاون والتغييرات وعند بعد التسريبات هذه. بالنسبه للشيء الاخير المقطع، ابغى اشوف معاكم مقطع سكنات نشوفه مع بعض، نتابع نشوف وش السكنات اللي ضايفينها جديده في اللعبه. وبنفس الوقت صراحه لي زمان ما سويت ذا الشيء، فودي اني ارجع اسويه من بين فتره وفتره يعني كداعي، نشوف وش الشركه قاعد تسوي سكنات. يعني هذه مين الشخصية يعني على اليمين؟ استغفر لا تقول لي هذه حقت شو اسمه سايلنت هيل، ليش انا ضيعت؟ اوكي هذه خويتنا زارينا، والثانية هذه خويتنا الجديدة اللي جت مع التوين. بس والله يا اخي ولد لا تقول لي بي حقت سايلنت، ترى والله بعرفتها تمزح صح؟ جيك طبعا وات دوايت، هذا السكن مو نفس اللي موجود في اللعبة اللي يطلع صوت؟ ولا هذا واحد جديد؟ ولا نسخ لصق؟ شيل فلوس زيادة يا شيخ. استغفر الله. ديك شخصية مستفزة ودائما يحطوا له ملابس مستفزة. حرفيا يعرفون يلعبونها صح. بالنسبة لدوايت شكلهم ما عارفين يسوون سكن، فقالوا خلينا نسوي نسخ لصق ونعدل بعض الأشياء البسيطة. حاطينه كذا بهدية على أساس إنه معلب. إيس برضو بعد ترى شخصية تنرفز. حرفيا. ضايفين له بعد يا أخي يعرفون يطيبون خاطر السرفايفل. والله يا جماعة الخير أهني والله، ترى مسوقين أساطير، ترى ما استهبل صدق، يعرفون يجيبون لك سكن يغث الكلب، يعرفون السرفايفل يا شباب السكن يقول أوه هذا السكن راح يغث الكلب خلني أشتري، والله يلعبون الصح. أهنيكم يا بيهيفير. هذا سكنه حلو، هذا سكنها رايق، بس يا أخي تحس اللي بيلبس ذا سكن كذا تحسه مسكين، الجنيتر ينفجر معاه والله. جوال لا ترن تكفى أتفضحني. سكن هذي بعد عادي ما اشوف يعني كلوديا بردانا، كلوديا بعد سكنها ترى عادي، انا قاعد ما اسلك ترى ما اسوي اوه واو سكن رهيب، لا سكن عادي صراحه ما اشوف في كلوديا في سكنات افضل يعني من ذا. اوه طالعين شعر تشارلوت الاخت طلعنها، طبعا هذه طلعت صح كايلكم من زمان يحتاج اتفلسف مره ثانيه، هذه الاخت رابطه مصران، وش مصران ايش دي رابطتها عليها؟ هذه مصران ايش؟ وش الحيوان اللي يا ساتر يا اخي مغطي عيونها يا اخي، والله شيء يقهر يوم انك تشوف كيلر مضبطين سكنات عليه بس ما يضيفون عليه برستيج يا اخي، والله شيء سهل ترى كل الالعاب مسويه ذا الشيء يا بيهيفير، خلوا البرستيج عباره عن اضافه. هذا اللي شفت صورته في المقطع بس هذا تربر، والله العظيم اني ما ادري انه تربر يا جماعه الخير، اقسم بالله اني ما اعرف انه تربر، ما توقعت ابدا انه تربر. وات احسبه كلاون، في ناس حاطين صورته جنب كلاون، يهو تربر ذا من جد؟ دقيقه والله ضاعت علومي، دقيقه اسحب عليها، معقوله تربر ذا ولا يستهبلون؟ وش ذا الكيلر؟ تربر سكين اللي معاه ترابر، شوف حتى نفسه كفته تراب، حتى ما في عجره اللي كنا قلنا اوني، ترى بدي تضيع علومي دقيقه بروح اشيك على الموقع دي بي دي بشوف هل في كيلر معاه عصا غير ذا، بدت ذاكرتي تضيع. الا يا جماعه الخير ترابر
والله انصدمت صراحه، كيف طايفين سكنات زي كذا؟ والله اهنيهم يعني صايرين يبدعون. هذا السكنات يا اخي بقول شيء، خلينا نرجع بالمقطع شوي لورا عشان يخلص علينا. يا اخي ليه ما يضيفون برستيج في اللعبه اللي هو مضافه برستيج ولكن كاضافه؟ يعني انا مثال يوم اني اطلع برستيج 3 في التربر اقدر احط الدم على اي شخصيه على اي سكن موجود عندي، فبيكون شيء ما رهيب يا اخي. وترى والله مو صعب، على الاقل يعني تصيرون تعطونا فرصه انه اطلع برستيج. انا شخصيا تبنت بحسابي الاول كنت رافع برستيجات واجد، ولكن الان ترى ما رفعت ولا برستيج لانه احس اصلا ما يستاهل، ما في اي فايده. بس تخيلوا لو انه الدم يصير على الشخصيات. هذا السؤال الثالث في المقطع. تعديلات كلاون، اضافات الاصوات واللاعبين في الكوستوم وعلى البرستيج. بالله جاوبوني هذه الثلاث اسئله، وش رايكم فيها؟ المهم بكذا اكون صلنا نهايه المقطع، شاكر لكم على المتابعه، اتمنى اني اكون كفيت ووفيت. اذا وصلت لهذه النقطه ما حطيت اللايك اتمنى تحط اللايك، واذا ما كنت مشترك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. القادم اجمل وافضل باذن واحد لا احد. في النهايه سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم.